ان شاء الله يا ربي. شوف ان شاء الله المغرب يروح حتى لا فينال اذا كتب ان شاء الله يروح لبعيد. المغرب واحنا دخلنا في مقارنات مع الكره المغربيه ودائما نحييها، وانت قدمت حتى تقارير على نهضه الكره المغربيه والاسباب. المغرب يا كابتن علاش هي 7 نقاط واحنا 4؟ وشاهدت ماذا فعل نصيري في الهدف الثاني في الماتش الاخر، هدف على فان باستن، يعني هدف متاع رود جوليت في اوج عطاء جوليت. وضعك في الصورة غايتنا. حتى يماركي البريسيلي خاطري، حتى يماركي البريسيلي تحبوا مارت مني تيروحوا 3 ماتش يروحوا كابوت، يروحوا كابو. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شاد الطيارة وغدش القطار ومعدب راسك ومبرزت راسك ودخلت تفرجي في الكاميرون وفي الاخر ربحت. لا حول ولا قوة إلا بالله. النحس يا خويا تبعد الناس فين ما مشاو. يلا قالت لك تمنيتهم يخسروا وانا مع نخرج من هنا تماركي البرازيل وهي تماركي الكاميرون. اللي كتشجعوه كيضرب بوه الخلا وكيخسر. والارجنتين اللي ما عمرها خسرات عندها سلسلة ديال 36 ماتش شجعتوها ضد السعودية خسرات. هاد المساخيط راه خصكم ترقدوهم في الملقاطع وما يتحيدش منهم النحس. شوف النحس اصاحبي، راه ملي كنقولوا واحد الكلمه راه ماشي كنجيو نهضروا حنا المغاربه، قلنا لكم منحوسين يعني منحوسين. مع قلتيك انا ما نخرج من هنا تتربح وتماركي البرازيل ماركات الكاميرون، هاد الدليل بانكم ناس مناحيس، ناس سبعكم البلا، ناس الحاجه اللي حطيتو فيها يديكم كيضرب بها الخلا وما كيسترش فيها الله. هاد الدليل، مع قلتينا بغيت البرازيل تماركي ماركات الكاميرون، شاد الطياره وهو داك الجري ومالك الى حالك. وحده فرحانه الله يدع الدبز معاها ودغيا دخلش بانها مغربيه ولا مروكو. ناري ناري، المغرب مرضكم في الصحه ديالكم. الحمد لله بعدا كتعطيونا الدليل نعطيوه للناس بانكم راكم مناحيس، الحاجه اللي كتحطوا في يديكم ما كيسترش فيها الله. يا مساخيط وادين دخلوا السوق راسكم، اش دار لكم الجمهور؟ الجمهور كيشجع بلادو، انت اللي اش كديري تما؟ تقصيتي بقاي في خنشله، لا انت حقا كدير الفلوس ديال الغاز هي فرنسا لهيه، خنشله كيجلس فيها على الشعب الجزائري مسكين يشد النوبه ويشد الصف، اما انتوما اللي كدعموا الكبرانات كتشموا الريحه ديال الغاز وكتقلبوا على الدرب عينيه، الله يخليكم مدلولين. الان غادي ندوزو للاعلام التونسي، مازال كيتكلم على الفوز ديال المنتخب المغربي، وما يمكنش كيف ما كنقول لكم دائما راه ما يمكنش الاعلام التونسي يهضر على المغرب وما يديرش مقارنات ما بين المغرب وتونس، بالحكم ديال انني كنتبع بزاف ديال البرامج التونسيه، فدائما كيتجبد الاسم ديال المغرب كتكون هناك مقارنات. شوفوا ملي غادي يهضر الجزائري بن شيخه اللي كيدرب لسنوات هنا في المغرب، غادي يهضر على المجموعه، على المنتخب المغربي الركراكي، يهضر لك على شي حاجه اللي كيعيشها المنتخب المغربي، ما كاين لا مقارنات لا والو، هما ضروري المقارنات. والحلقه كان فيها جوج سوايع وانا كنتسناهم زعما يهضروا على طريقه اللعيب، كيفاش المغرب كيوظف اللاعبين، كيفاش هذه، لا والو، كاين على المقارنات، علاش هما جابوا 7 نقاط وحنا 4، علاش هما عندهم زياش في تشيلسي عندهم هذا هنا حنا ما عندناش، علاش ما عندناش، كيفاش خصنا نديروا، ضروري المقارنات ما بيننا وهنا. فنخليكم مع الحوار، ما تنساوش لايك، خليونا رايكم في التعليقات، الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. للاسف يعني رغم انه حدث كبير جدا بالنسبه لممثل افريقيا الفوز على البرازيل،
كما تونس ربحت فرنسا وكما المغرب في سياق هذا المونديال القطري ربحت بلجيكا, بلجيكا وكما السعودية ربحت الأرجنتين, وهذا في علاقة مع الإنجازات بالقارات تو ناخذوها بعد لو لقينا وقت, أنه الحصيلة الإفريقية اللي خمسة منتخبات إفريقية شاركت في النهائيات تونس المغرب السنغال الكامرون غانا عادل بوهلان نقول لك أنه الحصيلة استثنائية على المستوى الرقمي بالنقاط تو كيوف الماتش نحكيو عليها, ما هي حصيلة إفريقيا غير مسبوقة في تاريخ المشاركات الإفريقية. عندنا الكامرون بتاع روجي ميلا وقتها في عام 90, وعندنا غانا والمشاركة الشهيرة في 2010 في جنوب إفريقيا, والعقدة أمام الأوراغواي تكررت اليوم, وعندنا زاد المشاركة متاع السنة في قطر لكن في ثوب جماعي. علاش نقول لك في ثوب جماعي؟ ببساطة عندنا 8 انتصارات إفريقية ودون بالتوازي مع النتيجة التي تأتينا مباشرة, 8 انتصارات طبعا. إفريقية عادل بوهلال, هذا الانتصار لو اكتمل هو ثامن لمنتخبات إفريقيا من أصل نحسب مليح. هذه نهاية الدور الأول, كل فريق لعب 3 ماتشوات وهما 5 منتخبات من أصل 15 مباراة. عملنا وي فيكتوار أفريكان, 8 انتصارات إفريقية في حصيلة غير مسبوقة من أصل 15 مباراة للخماسي تونس مغرب غانا كامرون سنغال في الدور الأول لمجموعات كأس العالم, معناها حاجة استثنائية. رغم أنه اللي يمروا بتباع فما سنغال. مش الكل يمر, منتخب السنغال ترشح ومنتخب المغرب, يعني 2 على 5 يمروا, وذا يشبه القراءة متاع العرب نفس الشيء. الحصيلة دائما ما يكفيش رقميا, ما هيش خايبة قيس لكن ما يكفيش, غير كافية, لأنه حتى بالنسبة للعرب عملنا عادل 14 نقطة من أصل 36 نقطة ممكنة, تقريبا معدل أقل من 50% نقاط العرب. عندنا كان المغرب تترشح ال 14 نقطة 7 نقاط لزملاء حكيمي, التوانسة أحرزوا 4 نقاط وروحوا صحيح للأسف, والسعودية 3 نقاط. هذا التوزيع عند العرب. المغرب 7 نقاط اللي سألنا أن يسأل المغرب, وإحنا دخلنا في مقارنات مع الكرة المغربية ودائما نحييها, وانت قدمت حتى تقارير على نهضة الكرة المغربية والأسباب. المغرب يا كابتن علاش هي 7 نقاط واحنا 4؟ مع تكراري انها حصيله جيده غير كافيه لكن جيده للتوانسه, المغرب 7 نقاط خاطر عندها جماعه يكوروا, وانا نرجع لتحليل تونس سريع, يكوروا في بايرن ميونخ في تشيلسي وزوز في سيفيا والاخر في وستهام. المغرب عندها زيش تشيلسي مزراوي بايرن ميونخ, لحظه قيس, مزراوي بايرن ميونخ زوز يصنعوا في ربيع إشبيليا بقيمة نصيري وبونو, وشاهدتوا ماذا فعل نصيري في الهدف الثاني في الماتش الأخر, هدف على فان باستن, يعني هدف متاع رود قوليت في أوج عطاء قوليت. وبالتالي المغرب بجماعة بايرن تشيلسي البي اس جي حكيمي وزوز سيفيا وستهام, وكيفاش تحب تقرر روحك أنت بالكتيبة اللي عندك اللي عندنا فيها نقاط مضيئة لكن ما عندناش جوارات, ونرجع لك سينيزار يلعبوا في بايرن تشيلسي بي اس جي ويلعبوا في مباريات بالمستوى العالي وفي معدل 60 ماتش في العام, وبوكسينج دايز في انجلترا ثلاثة مسابقات في اسبوع. وبالتالي نوع من الحفاظ على التواضع والابتعاد على جلد الذات ديما في علاقة مع المنتخب التونسي ونخدمه, وهذا هو يعني المغرب ترشح لانه لديه الامكانيات, والربط جاء يعني ربط طبيعي مع الحصيلة الافريقية او العربية. نكمل مع حسني ومشيني مع قيس. شوف اللي يسمعكم الزوز وكانه نقول نحن ما حقناش مشينا لكاس العالم ابدا ودخلنا في مقارنات. لا انا اليوم في كاس العالم ومساله الاهداف مش انا قلتها يا قيس, قال المدرب الوطني راه حسني اعطيتك الفرق بين 7 نقاط والاربع نقاط. بالضبط, لكن انا اليوم في كاس العالم وجاتني الفرصه, اعطيتك الفرق بين 7 والاربع نقاط وجاتني الفرصه. هما بايرن تشيلسي بي اس جي وزوز في اشبيليا معاك على طول, وانت قلت في اول برنامج كان احسن التصرف في بعض المقابلات وفي بعض الجزئيات كانت الحصيله تكون مخير, وهو كذلك ما نرجعوش بالتوالي. نحن ترشحنا لكاس العالم وهو كذلك, وكنا في كاس العالم وكنا فاعلين وكنا قادرين ان نترشحوا. فما حاجه حبيت نقولها اللي راهو يا قيس, التعاطي الاعلامي مش كما التعاطي الفني راهو.
يعني انت كمدرب ربما تحل المقابله وتحب الاشياء اللي انت تتمناها ولا وفق النظره نتاعك انت. لا هاو شفت انت الصحافه الفرنسيه قالت لك اون ايكيب ميكونيسابل ما عرفناهاش بطل العالم فهمت مقبول ميكونيسابل مقبول اكزاكتومون لكن هو ديشون يقول لك انا ربما مترشح نلعب الفريق الثاني او العناصر الاحتياطيه بين ظفرين وانا مترشح علاش نعرف انا ما نقبلش انا ما نقبلش الصحافي في بلاتو اذاعي يحكي على شعر نتاع لاعب لا هذاك ايش نقول لك هذاك ربما حالات شاذة مش هذاك حالات شاذة اي ما نحكيوش على شاذ ما نقولوش راهو شاذ يحفظ ولا يقصوا عليه ما يلزمش يقولوا ما عادش يتعاون ولكن انا شفت انا نحب انا نسكت لا سمح ما تسكتش قايس نسكت عليه لا ما تسكتش عليه اما هذيك حالة شاذة انا في تقديري الشخصي يلزمنا كل انسان يخدم خدمة نتاعه ويقعد في حدود العمل نتاعه والامور المهنية والضوابط نتاعه اما انك انت الفضاء الازرق تقول لي انت نرجع لكلامك الفضاء الازرق بطبيعة الحال لاخي نحن مش عندنا سقوط اخلاقي في تونس عندنا ازمه اخلاقيه عديده الاسباب فيها الجانب الاجتماعي وفيها خاصه الجانب الاقتصادي وخيره وستريس وكل شيء هذا هو ولكن انا ما نتصورش انه الشارع التونسي هكاك عمل حمله مثلا مع المدرب ولا الحرام نتاع المدرب من لا شيء اما فما اشياء جابت اشياء ربما تدخل اشخاص ما عندهم حتى علاقه بالامور الفنيه في مساله فنيه هو ربما اللي جاب رده الفعل العنيفه وقت جاب وليد الركراكي راهو مش بالحظ جاب وليد الركراكي لا سامحني سي نزار لانه المدرب السابق ما عرفش يتصرف مع المجموعه صحيح بايد وبالعكس مس الاوتونومي بتاع الجروب بتاعه نوتامون زياش زياش وي نوتامون زياش هذاك علاش حسب راينا الاتحاد المغربي عرف يجيب المدرب عرف يحط المدرب في في الوقت المناسب وفي المكان المناسب هذا مهم برشا وهنا تخلقت هيك الاوتونومي بتاع المنتخب المغربي وتخلقت هيك القوه بتاع المنتخب المغربي وهنا نرجع نحكي على المنتخب التونسي راهو الملاعبيه كي يدخلوا ويحضروا ستاج ولا مش يحضروا كاس عالم راهو ينساو واش قاعدين يتقال في البلاتوات وينساو واش قاعدين يتقالوا في الصحافه والملاعب السابق الفلاني اش قال والاخر اش قال مش يركزوا على البطوله بتاعهم مش يركزوا كل واحد مش يقوم بالدور بتاعه كيما ويجاوبوا سير ترى بون الحاجه الاخرى ممكن احنا نحكيه وحسني كان عمل مقارنة ما بيننا وما بين المنتخب المغربي المقارنة ما بيناتنا ما تجوز خاطركش الملاعبية أكثريتهم خلينا نقولوا 100% مولودين معناها مش في المغرب مولودين فرنسا في بلجيكا هولندا فرنسا بلجيكا عندهم بريفيليج أول حاجة كونه الباسبور هذاك يخول لك يعطيك أكثر شانس باش تلعب في الأوروب ماكش يعني ماكش ترونجي ماكش ترون القماش النتيجه القماش يعطيك الصحه يعني علاش المغرب شكونهم علاش من الاول اني وقتها قلت حتى المكتب الجامعي عنده دور كبير كونه هو يرولونسي لي جوار نتاعنا كي يبداو اون جوناج نجمو نتصدروهم نجمو سكاوتينغ يعطيك الصحه نجمو احنا مسؤوليه بالعلاقات نتاعنا الفرق كذا حتى والفرق خاصة الفرق يعني معاك لكن الفرق توا في الوضع اللي فيه الفرق التوانسة ما يساعدهمش احنا ولينا ناخذوا ملاعبية 30 نخلصوا فيهم 100 مليون في الشهر صحيح لكن هم الملاعبية قاعدين يمشيوا للدوري السعودي في الدرجة الثانية والدرجة الثالثة على فكرة هذو ملاعبية في الديفيزيون ماهمش لي جون ماهمش لي جون لا حتى نحكي لك نحكي فما عمر معين قاعدين شوية فلوس تقريبا فيها بيز هذاك اللي في حتى صغار في السن رونالدو قريب من النصر السعودي توا شو تحكي انت صحيح رونالدو كمل كاريرو اي ماهوش ناقص فلوس مش ناقص فلوس نحكيو توا شكون يقول لك رونالدو ماذا بين يخرج باب كبير وما يمشيش الدوري السعودي مثلا سيد عبد الحق انت عشت في المغرب كما عشت في تونس وعندك شعبيه كبيره في المغرب ومحبه كبيره وايضا علاقه كبيره مع المغاربه ومع الكره المغربيه اعتقد الانجاز هذا ما فاجئكش على كل حال المغرب كي بلادي كيف كيف كي تونس كي الجزائر كي المغرب انا بحال يعني مغرب عربي تاعي راهو مكسب ليا المغرب يحترموا الناس يعني اليوم فيليسيتاسيون يعني الفريق اليوم الحمرونا وجهنا فيليسيتاسيون مش سهل لان المغرب شهر قبل المونديال حاولوا انترينوره كانت عندهم شجاعه باش يبعدوا المدرب شهر قبل المونديال وشد وليد المونديال شد وليد الركراكي شد
وكانت كانت كانت شجاعه كبيره كبيره، لان كل ما كانتش نتائج راه تقدر يعني تغير الامور. شد وليد ووقفوا معاه، تشوفوا قبيل يعني بينه وبين اللاعبين هذيك اللحمه بينه وبين اللاعبين، يعني حاجه كبيره كبيره كبيره. تعلق زياش معاه كمان، نعم يا كابتن، تعلق زياش معاه، حكيم زياش معاه بعد ما كان مستبعد. زياش كان برافو وحمد الله وزياش وعنده كات ان يهاجم مينيموم، يهاجم 5 لاعبين ويدافعوا ب10 لاعبين، يعني لقى الوصفه. ان شاء الله يا ربي، شوف ان شاء الله المغرب يروح حتى الله فينال اذا كتب ان شاء الله يروح نبيد المنتخب المغربي بالتاكيد، هذا ما نتمناه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات، تخرجوا عليه بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العاده نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.